بيها نهر يسمونه نهر الآه. نهر الآه طبعا الجوجل وسأل تعرف ليش يسمونه نهر الآه؟ ليش؟ قبل بأيام الحرب الثانية، ما أريد أقول لك تفاصيلها، بأيام الحرب الثانية كان ما عندهم ناقلات تودي العالم اللي تموت، فيشمرونه بهذا النهر، صارت فيه مثل الأرواح. هسه أنت مغربية من تعبر الجسر تسمع أصوات، فسموه نهر الآه هنا بألمانيا. نهر الآه هنا بألمانيا. نعم. شباب تعرف بالحرب راحت، ومثلا هذا الخايف سبحان الله بعد الحروب عدوة الشعوب. صح. بهذا النهر الآه قفز، إذا تريد تقدم على القوات الخاصة هنا بألمانيا لازم تسوي قفزة الثقة بنهر الآه. تضرب تحية، تضرب تحية طب بنهر الآه، وعندك الوقت اللي تبقى بيه بالنهر حسب الوقت اللي عندك تجيك الأفضلية بالتسلسل مال المتقدمين للدورة. أنا ذا صارت عندي دورة أنا أتذكر 2017-16 15 سنة يعني قريبة مو بعيد. زين تتوقع اكو صله بين نهر الاه وسلامتك من الاه اللي غناها ابو وسام؟ لا لا ما اعرف، ممكن كاظم الساهر ماخذ الفكره مالك علي. نهر تقعد عنه اكو ناس يروح يقعد عن النهر يرجع خايف مخطوف لونه يقول اسمع اصوات يابو. هيك خطيه الالمان كانوا صغار شلون حسيت نفسي عندي دوره بالعراق كنت ارفع راس بلدي وربط التحيه وتخيلت اغنيه موطن لأنه هو كان يتدرب بروسيا بالثلاجة مرة حكيت أبد ولا يمي لا برد بطشة واحد غواص لابس هذا الغاز وهاي دور بالمي بيده لا يدور طلع أشكال وألوان وقال لهم أبو شاهين ما لقيته آخر شيء أنا رفعت الكارتون اخترع عش عبالة واحد من الأرواح من ذاك اليوم من حرب العالمية بعد عدن وطلع علي عبالة جن اختنك كان أنا طلعته وجه كان الضاب الشيء كان يقول مو مداك وقبر لفك إحنا دازينك تنقذ أبو شاهين تال أبو شاهين جابك وجه